تحية لكم سيدتي وسادتي من مقر البرلمان، حيث يترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة للبرلمان. وجلالة الملك حفظه الله في موكب رسمي بهيج تحفه العناية الربانية، تتجه في حفظ الله ورعايته من القصر الملكي بالرباط إلى مقر البرلمان وسط حشود غفيرة من المواطنين والمواطنات الذين يباركون الخطوات الرائدة والسديدة لجلالة الملك حفظه الله من أجل تحقيق التنمية والازدهار الشامل، مجددين آيات الولاء والإخلاص والوفاء والتعلق بالعرش العلوي المجيد والتأييد الدائم للمبادرات والخطوات الهامة التي انخرط فيها المغرب على مدى العقدين الماضيين بفضل الرؤية الملكية المتبصرة والاستشرافية، والتي أحدثت تحولات جذرية وعميقة في مسار تحقيق النهضة التنموية الشاملة، وبوأت المغرب مكانة مرموقة ومتقدمة بين سائر الأمم والشعوب. إنجازات عظمى وأوراش إصلاحية كبرى ربحنا بفضلها الرهان، رهان التحديث والعصرنة وتحقيق العديد من المكتسبات. تحية العلم على نغمات النشيد الوطني. وصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولى الحسن، ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولى رشيد، يستعرض تشكيلة من الحرس الملكي تؤدي لجلالته التحية الرسمية. المسار التنموي لبلادنا والحمد لله، وكما أكد ذلك جلالة الملك نصره الله، وصل إلى درجة من التقدم والنضج. أصبحت معه بلادنا في حاجة إلى الجدية للارتقاء به إلى مرحلة جديدة وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى التي يستحقها كل المغاربة، بالشمال كما بالجنوب، بالشرق كما بالغرب، بالحاضرة كما بالبادية. فعنوان المرحلة الجدية والالتزام على هدي التوجيهات الملكية السامية لبلوغ مدارج الرقي والازدهار والتنزيل الأمثل للجيل الجديد من الإصلاحات والأوراش التنموية الكبرى لتدعيم وتعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز السيادة الصحية والدوائية والغذائية والسيادة الطاقية والمائية وجذب المزيد من الاستثمارات لخلق فرص الشغل للشباب، ضمن رؤية ملكية استراتيجية طموحة واعدة لبناء نموذج تنموي تشاركي جديد يروم وضع خطة طموحة للانتقال إلى مغرب مزدهر، مغرب الكفاءات، مغرب الإدماج والتضامن، ومغرب الاستدامة والجرأة، مغرب مزدهر يخلق الثروات وفرص الشغل، ومغرب الكفاءات بالاستثمار في رأس مال بشري ذي قدرات ومؤهلات عالية، ومغرب دامج عبر منح الفرص للجميع، ومغرب مستدام عبر تكريس المسؤولية الجماعية، ومغرب الجرأة عبر التحول إلى بلد رقمي وضمان الريادة الإقليمية في مجالات مستقبلية تحظى بالاهتمام. لقد ظلت المؤسسة الملكية
في قلب المسار التنموي للمملكة ومحركه الأساس نحو التقدم والازدهار الضامنة للوحدة والاستمرارية في تناغم وتجاوب دائم ووثيق بين القمة والقاعدة بين العرش والشعب. فالسيادة الوطنية لا تكتمل إلا بالعرش وبصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، موحد الأمة وناظم عقدها وحافظ وحدتها الترابية، المتجاوب دوما مع نبض وتطلعات وآمال شعبه الوفي من أجل التقدم والازدهار والرخاء. فالحمد لله على ما تحقق من أوراش كبرى بفضل الرؤية الملكية المتبصرة نباهي بها الأمم. فالعهد المحمدي هو عهد التحولات الكبرى والمنجزات العظمى، عهد يشكل مصدر فخر واعتزاز كبير لكل مغربي ومغربية داخل وخارج أرض الوطن. مغرب يحظى بالتقدير والاحترام وبالثقة والمصداقية إقليميا جهويا ودوليا. مهما كانت جسامة التحديات بالتعبئة الشاملة والعمل الدؤوب والصمود لبناء مجتمع ديمقراطي تنموي، تتعبد الطريق وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، قائد هذه الأمة وضامن وحدتها واستمراريتها. فالمغرب وبفضل الالتحام الوثيق بين العرش والشعب ظل وسيظل دائما منارة للحرية وقلعة حصينة في وجه الكيد والمؤامرات وأطماع الهيمنة، معبأ دوما للدفاع عن حريته وأمنه ووحدته الترابية، كما سيبقى متشبثا بأسلوبه الحضاري في الحوار والانفتاح والوفاء بالعهود وحسن الجوار والحرص على استقرار فضائه الاستراتيجي. وإشادة دولية بريادة جلالة الملك حفظه الله ودوره الحيوي في تعزيز السلام والأمن والاستقرار حول العالم، ومبادرات جلالته القيادية لفائدة ضمان تنمية مستدامة للقارة الإفريقية. تبرز هنا المبادرة الملكية لفائدة الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، والمبادرة الملكية الأطلسية المتعلقة بتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي من أجل ميلاد إفريقيا جديدة مزدهرة مستقرة وتعاون متعدد الأبعاد قائم على التضامن. هي رؤية ملكية لعصر تواصل وازدهار عابر للقارات، رصيد بشري وحضاري متجدد ومتواصل مكن بلادنا من رفع كل التحديات وربح الرهانات عبر تاريخها العريق والحديث. يترأس جلالة الملك حفظه الله افتتاح أشغال البرلمان ويلقي جلالته خطابا ساميا أمام نواب ومستشار الأمة بمجلسي البرلمان، خطاب يشكل خارطة طريق للمؤسسة التشريعية تعزز أدوارها الرقابية والتشريعية وتفعل دور المكونات السياسية. فالمؤسسة التشريعية كانت دوما ولازالت في صلب الإصلاحات المهيكلة التي يحرص جلالة الملك حفظه الله على إطلاقها منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ومن ثم فالبرلمان مدعو دائما إلى الاطلاع بدور بارز في نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون وتكريس ثقافة المشاركة والحوار وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة وخدمة المصالح العليا للوطن والدفاع عن قضاياه المصيرية. دينامية وعطاء وزخم وافر في المشاريع الإصلاحية الواعدة وبرامج تنفذ على أرض الواقع
بفضل الرؤية الملكية الاستراتيجية في تنزيل العديد من الأوراش ذات الأولوية والتي تلامس انشغالات وتطلعات المواطنين في العيش الكريم وتحقق لبلادنا مكاسب سياسية اقتصادية واجتماعية ورياضية هامة تعزز المسار التنموي الرائد الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل مغرب نام، مغرب مزدهر. مغرب تتعبأ فيه كافة مكوناته وطاقاته بروح المواطنة وحسن التضامن وحس التضامن لبناء مستقبل مزدهر يؤمن رفاه المواطنين ويضمن لهم العيش الكريم والكرامة في ظل مناخ من التفاؤل يكرس الثقة والمسؤولية ويضمن الإنصاف والحرية، الحماية والتمكين، الابتكار والتجديد، التعددية والوحدة. مشاريع ومنجزات وأوراش كبرى تتحقق في عهد جلالة الملك حفظه الله، تفتح آفاق واعدة لمستقبل زاهر بكامل جهات المملكة. وبفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. صدق الله مولانا العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، يسعدني أن أخاطبكم اليوم
في افتتاح هذه السنة التشريعية، ومن خلالكم مختلف الهيئات والمؤسسات والمواطنين بخصوص التطورات الأخيرة لملف الصحراء المغربية باعتبارها القضية الأولى لجميع المغاربة. لقد قلت منذ اعتلاء العرش أننا سنمر من قضية وحدتنا الترابية من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير داخليا وخارجيا وفي كل أبعاد هذا الملف. ودعوت كذلك للانتقال من مقاربة رد الفعل إلى أخذ المبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية. وعلى هذا الأساس عملنا لسنوات بكل عزم وتأني وبرؤية واضحة، واستعملنا كل وسائل والإمكانات المتاحة للتأليف بعدالة موقف بلادنا وبحقوقنا التاريخية والمشروعة في صحرائنا، وذلك رغم سياق دولي صعب ومعقد. واليوم ظهر الحق والحمد لله، والحق يعلو ولا يعلى عليه، والقضايا العادلة تنتصر دائما. قال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. وها هي الجمهورية الفرنسية تعترف بسيادة المملكة على كامل تراب الصحراء، وتدعم مبادرة الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية المغربية كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل. وبهذه المناسبة أتقدم باسمي شخصيا وباسم الشعب المغربي بأصدق عبارات الشكر والامتنان لفرنسا ولفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون على هذا الدعم الصريح لمغربية الصحراء. إن هذا التطور الإيجابي ينتصر للحق والشرعية ويعترف بالحقوق التاريخية للمغرب، لا سيما أنه صدر من دولة كبرى، عضو دائم بمجلس الأمن وفاعل مؤثر في الساحة الدولية، وذلك بالإضافة إلى أن فرنسا تعرف جيدا حقيقة وخلفيات هذا النزاع الإقليمي، كما أنه يأتي لدعم الجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة لإرساس أسس مسار سياسي يفضي إلى حل نهائي لهذه القضية في إطار السيادة المغربية. قدرات السيدات والسادة البرلمانيين، يندرج هذا الموقف الفرنسي في إطار الدينامية الإيجابية التي تعرفها مسألة الصحراء المغربية، والتي ترتكز على ترسيخ سيادة المغرب على ترابه وعلى توسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي. وهكذا فقد تمكن والحمد لله من كسب اعتراف دول وازنة ودائمة والعضوية في مجلس الأمن كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، فما نعتز أيضا بمواقف الدول العربية والإفريقية الشقيقة التي تساند بكل وضوح والتزام الوحدة الترابية للمملكة، لا سيما تلك التي فتحت قنصليات لها في العيون والدخلة. بموازاة ذلك تحظى مبادرة الحكم الذاتي كأساسا وحيدا للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع في إطار سيادة المغرب بدعم واسع من طرف عدد متزايد من الدول بمختلف جهات العالم. ونذكر من بينها إسبانيا الصديقة التي تعرف خبايا هذا الملف بما يحمله موقفها من دلالات سياسية وتاريخية عميقة، إضافة إلى أغلبية دول الاتحاد الأوروبي. ويطيب لنا أن نعبر لكل هؤلاء الأصدقاء والشركاء عن بالغ تقديرنا لمواقفهم المناصرة لقضية المغرب الأولى، كما نشكر أيضا كل الدول التي تتعامل اقتصاديا واستثماريا مع الأقاليم من جنوب المملكة كجزء لا يتجزأ من التراب الوطني، وبذلك تواكب مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
التي تشهدها الصحراء المغربية وتعزز موقعها كمحور للتواصل والتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي، كما تضعها في صلب مبادرات القارية الاستراتيجية التي أطلقناها كمشروع أنبوب الغاز المغرب نيجيريا ومبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، إضافة إلى مبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، رغم كل ما تحقق فإن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع المزيد من التعبئة واليقظة لمواصلة تعزيز موقف بلادنا والتعريف بعدالة قضيتنا والتصدي لمناورات الخصوم. وفي هذا الإطار يجب شرح أسس الموقف المغربي للدول القليلة التي ما زالت تسير ضد منطق الحق والتاريخ والعمل على إقناعها بالحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية التي تؤكد الشرعية مغربية الصحراء، وهو ما يقتضي تضافر جهود كل المؤسسات والهيئات الوطنية الرسمية والحزبية والمدنية وتعزيز التنسيق بينها بما يضفي النجاة اللازمة على أدائها وتحركاتها. ولا يخفى عليكم معشر البرلمانيين الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي. لذا ندعو إلى المزيد من التنسيق بين مجلس البرلمان بهذا الخصوص، وهذه هي هياكل داخلة ملائمة بموارد بشرية مؤهلة باعتماد معايير الكفاءة والاختصاص في اختيار النفوذ سواء في اللقاءات الثنائية أو في المحافل الجوية والدولية. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، إن ما حققناه من مكاسب على درب طي هذا الملف وما تعرفه أقاليمنا الجنوبية من تنمية اقتصادية واجتماعية كان بفضل تضامن جميع المغاربة وتضافر جهودهم في سبيل ترسيخ الوحدة الوطنية والترابية. ولا يفوتنا هنا أن نشيد بالجهود التي تبذلها الدبلوماسية الوطنية ومختلف المؤسسات المانية وكل القوى الحية وجميع المغاربة الأحرار داخل الوطن وخارجه. في الدفاع وخارجه، بالدفاع عن الحقوق المشروعة لوطنهم والتصدي لمناورات الأعداء، كما نعبر عن شكرنا وتقديرنا لأبنائنا في الصحراء على ولائهم الدائم لوطنهم وعلى تشبثهم بمقدسات الدينية والوطنية وتضحياتهم في سبيل الوحدة الترابية للمملكة واستقرارها. وفي الختام نؤكد أن المغرب سيظل دائما حازما في موقفه وفي لنهج الانفتاحي على محيط المغاربي والجهوي، بما يساهم في تحقيق التنمية المشتركة والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبعتم معنا سيداتي وسادتي الخطاب الملكي السامي الموجه في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة. نعود إلى استوديوهاتنا المركزية بالرباط على أمل
اللقاء بكم بعد قليل لنقل باقي مراسم افتتاح البرلمان. تحية لكم سيداتي وسادتي مجددا من مقر البرلمان، حيث ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، وهي المراسيم التي تميزت بالخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالته بالمناسبة، حيث أبرز جلالة الملك حفظه الله بأن الموقف الفرنسي المعترف بمغربية الصحراء يندرج ضمن الدينامية الإيجابية التي تعرفها مسألة الصحراء المغربية، والدعم الذي تحظى به مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد في إطار السيادة المغربية، تطور إيجابي يقول جلالة الملك حفظه الله ينتصر للحق والشرعية ويعترف بالحقوق التاريخية للمغرب. فالمرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التعبئة والانتقال من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير داخليا وخارجيا، ومن مقاربة رد الفعل إلى أخذ المبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية. هي دعوة متجددة للتعبئة للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة ومواصلة مسار التنمية الذي تشهده أقاليمنا الجنوبية بفضل العناية الملكية السامية المستمرة التي يخص بها جلالته ساكنة هذه الأقاليم الوفية للعرش العلوي المجيد والمتشبتة بمغربية الصحراء. مشاريع كبرى تحققت بأقاليمنا الجنوبية وأخرى في طور الإنجاز، من أبرزها الميناء الجديد الداخل الأطلسي الذي يندرج ضمن مشاريع النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. فإذا كانت الواجهة المتوسطية كما أكد جلالة الملك حفظه الله تعد صلة وصل بين المغرب وأوروبا، فإن الواجهة الأطلسية هي بوابة المغرب نحو إفريقيا ونافذة انفتاحه على الفضاء الأمريكي. فالرؤية الملكية المتبصرة تتوخى تحويل الواجهة الأطلسية إلى فضاء للتواصل الإنساني والتكامل الاقتصادي والإشعاع القاري والدولي. إرادة ملكية تتحقق بفضل التضامن وتوحيد الجهود. إلى هنا نودعكم سيداتي وسادتي، ونعود بكم إلى استوديوهاتنا المركزية بالرباط.